سينيور برليوني، سينيور سعد الدالي، أنا حاسبكم تقعدوا مع بعض عشان مش مسموح بإني أكون موجود. اسكوزا. الوري، وبعدين العرض بتاعك انك تقعد ساكت كده؟ كويس انك بتتكلم عربي. لولا ان وقتي ضيق كنت قلت لك على اللغات اللي بعرفها كلها، لكن خليها وقت تاني. اسمع عرضك. الو، ايوه دربين. لا راح الشغل، مش عارف يومي برضو مسحوق. حاضر هحاول. مع السلامه. انا راجل واقعي، عارف قوتكم وعارف قوتي، بس انا عندي طار لازم اخده عشان ارتاح. فانا على استعداد ان انا اتنازل عن مناقصه اوروبا لرجال الاعمال اللي مصالحكم معاهم. ومش بس كده، مش هخش اي صفقه بره منطقه الشرق الاوسط الا بعد ما ارجع لكم وتقولوا لي ده يضر بمصالحكم ولا لا. ولا هتقولوا لي ادخلوا هدخلوا، ولا تقولوا لي سيبوا هسيبوا. عظيم. والثمن؟ تسلموني اللي ساعدكم في مصر وعرفكم طريق سير يوم الحادثه. اظن دلوقتي انا همكم مصالحنا مع بعض. انت رجل اعمال بتجيد فن اداره اعمالك سنيور سعد، لكن المساله مش بالبساطه دي. انا قلت اللي عندي. سكوزي، مش مهم تقول ايه، المهم اللي تقوله ده يناسب مصالحنا واهدافنا ولا لا. هي دي الحسبه الصح يا سنيور سعد. لو الحسبة حسبة مصالح نبقى متفقين ومش محتاجين كلام كتير. سلم واستلم. انت بتعرف تهزر، شيء رائع، لكن ما اعتقدش ان ده يوصلنا للغرض او النتيجة المطلوبة. احنا مش في حاجة ان احنا نتفاوض او نقايد معاك زي ما انت عايز تعمل. احنا وجهنا لك رسالة لكن للأسف ما وصلتلكش زي ما احنا عايزين عشان خطأ في التنفيذ. لولا كده ما كنتش هتبقى قاعد قصادي دلوقتي. عارف ان كان المفروض اموت، بس غصب عني. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، واكيد مكتوب لي اعيش عشان اخد حقي وعد الكفه ميزان العدل اللي مالت. انت قلت انك واقعي ومش مصلح اجتماعي. على اي حال عرضك مرفوض سنيور سعد. كنت متصور ان عندك عرض يستاهل تعبي معاك ده. دول جابوني من اوروبا امبارح بالليل عشان اجي اقابلك. وعلى فكره عرض زي ده ممكن يصيبهم بالاحباط. عارف ليه؟ عشان في لهجه تحدي احنا ما بنحبهاش. وما تنساش اللي انت عملته في الراجل بتاعنا في تركيا. بس انت بذكائك عرفت تنقذ نفسك ساعتها ورفعت النسبه عشان تحل المشكله بيننا وبينك. أعتقد إن ده السبب اللي خلاهم يبعتوني ليك هنا. أعتقد إنهم افتكروا إن أنت على نفس الدرجة من الحكمة في المسألة دي برضه. قول لهم على اللي عندي قبل ما تاخد قرار لوحدك ما دمت وسيط، وما تستعجلش في الرد. قلته دلوقتي ده سيناريو من سيناريوهات كتير قوي توقعناها لكن استبعدناها كلها. ليه؟ لأننا بنثق في ذكائك.
كناش متوقعين ابدا انك هتلجأ لسيناريو واحد منهم. الوري وبعدين؟ مفيش قدامك غير الانسحاب من المناقصه دي في اسرع وقت بدون ضمانات مننا او شروط منك. يعني ارفع الرايه البيضاء وانسطري؟ لمصلحتنا كلنا. مصر دلوقتي دخلت مرحله السلام. خليك في الطابور يا حبيبي وما تخرجش. احسن يقولوا عليك من اعداء السلام. وزي ما بيقولوا المصريين سلام. لقد سررت بلقائك سنيور سعد. انا كمان سررت بلقائك سنيور برليوني. مجرد هدية. ما دام عرضي مش مناسب ومفيش مصالح مشتركة بينا يبقى مفيش داعي للهدية. وإذا كان على السلاح اللي هاخد بيه طاري أعتقد من حقي أختار السلاح المناسب. يا سعد سعد سعد، انت ما عدتش ليه؟ مش هنشرب حاجه سوا؟ واجبك وصل، بس لينا كلام تاني مع بعض. ما انا قصرت اقابلك عشان اسمعك، مش اتفرج عليك وانت ساكت. مش ملاحظه انك مستعجله ومش مقدره الظروف اللي احنا فيها؟ 3 سنين وابقى مستعجله؟ وبعدين انا قلت لك مش عايزه اي حاجه، حتى من الفرح اللي بتحلم بيه اي بنت مش عايزاه، مسامحه فيه. المهم ابقى جنبك وخلاص. ان شاء الله. هتكلمني امتى؟ اما الاقي وقت مناسب اتكلم على طول انا رميت. انت حتى ما تكلمينيش، انا هتصل بيكي اول ما اوصل للنتيجه. شكلك عايز تمشي. غصب عني، عندي اجتماع مهم ولازم امشي حالا. ولو بابي سالني اقول له ايه؟ قلت لك عليا نرمين بعد اذنك. فكوني يا ناس، فكوني يا ناس، اعملوا معروف، فكوني، ربنا يفك زنقتكم. مفيش فايده، مفيش فايده، جاي لك جاي لك بسرعه يا ابني، بسرعه الله يخليك. طيب فكك. مش قادر يا ابني، مسكوك مسكوك. استنى الحبل. ربنا يفك سنيتك بسرعه. اهو كتر خيرك يا لا يا خفيف، ده مش عشان سواد عينيك ولا مروقه مني، ده عشان حاجه الناس ما نبوظهاش ونخلي ريحتها تقرف. فعلا ليك حق، ليك حق، تقرف فعلا فعلا. هو دي في الحمام، الحمام. تعالى معايا، ما عادش فاضل كمان غير اننا نوصل جنابك للحمام. كتر خيرك يا ابني. ما تصدعناش وتلغي كتير، قوم مع الراجل، قوم. كتر خيرك انت كمان. اتحرك. كتر خيركم انتوا الاثنين. ايه ده بقى؟ الوقفه دي بقى لازمتها ايه؟ وتربيعه الايدين دي؟ لا بقول لك ايه؟ ما تتفضل معايا جوه احسن. ممكن بعد اذن جنابك يعني من غير مؤاخذه يعني ما تزعلش مني، انا هقفل الباب عشان يعني الوضع جوه ما يسمحش والظروف يعني. هو احنا هنخاف منك يا وحش؟ اقفل الباب ولا اتنيل، يلا غور. لكن القرف ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك. الحمام لوحدي واقفل الباب، متأكدين مفيش
مسمارينه وبعدين بقى في الورطه دي. متعبش نفسك وتدور على حته تهرب منها، ركز وخلص، مش هتقعد اليوم كله مستنيينك. لا لا انا خلاص، انا خلصت خلصت خلاص. لا صفق بيه، انا رفقي. عاوز فوزي؟ لا سعد بيه اصله ما جاش، تعبان شوية. لا الحمد لله مفيش حاجة كبيرة. عموما هو موجود في البيت، تقدر تطمن عليه. طيب طيب، مع السلامة. يا سلام عليك يا رفقي. ليه كده بس؟ ليه كده؟ ما انت عارف صفق اهو دلوقتي هيروح لهم الفيلا ويدوشهم ويروشهم ومش هيبطل لبت وعد. انت عارف مدام سألني انا ما اقدرش اكذب عليه او اقول له حاجة غلط. لو ما كانش سألني على سعد وطلب يشوفه انا ما كنتش هقول له حاجة طبعا. طب هي فرصة يعني. انا رفقي لو عايز اسألك على حاجة محددة وعارف ان اجابتها عندك فعلا مش هتكذب عليا وتقول لي معلومات غلط. ايوه بس في حاجات ما تخصنيش ومش من حق اتكلم فيها، وبالتالي رد سؤالك مش هيبقى عندي. يا اخي انا بحترم ذكائك قوي، ما انا عارفك كويس يا رفقي. انت هتقولي انت الواحد ما بيعرفش ياخد منك غير اللي انت عايز تدهوله وبالملي. ايه قطعت عليكم كلام سر؟ لا لا سر ولا حاجه، الحمد لله على السلامه. انت ايه اللي جابك يا سعد؟ ايه اللي جابك وانت تعبان؟ لا كان المفروض انك تاخد راحتك على الاخر وبعدين تيجي على مهلك. ايه خدت على غيابي ولا وجودي ما بقاش خفيف على قلبكم؟ انت خفيف على قلبنا طول عمرك. غير يا سعد مالك داخل شدد السلخ علينا كده يعني؟ احنا كان غرضنا بس احنا نطمن عليك لغايه عشان الدكتور يعني. مش خلاص انا جيت. ومن هنا ورايح انا اللي همشي الشغل، وساعه ما احس بالتعب اروح من نفسي. فين باسم؟ لسه ما وصلش، اتصلك بالبيت اشوفه. دي شغلة فوزي، هو المسؤول عنه ولا انا غلطان؟ لا لا غلطان في ايه؟ لا تمام. ادخل. بس كان في حاجة شخصية بحاول أخلصها قبل ما أجي. بعد كده الحاجات الشخصية تصحى لها بدري، يا إما تأجلها لغاية ما تخلص اللي وراك، فاهم؟ حاضر يا فوزي بيه، أنا آسف. إحنا جاهزين يا سعد بيه. تعال ورايا. يقفل الباب يا باسم. الموضوع اللي عايزكوا فيه مصانع البلاستيك، انا عايز علي النشار وجاد معروف يتحولوا للتحقيق، لان الحريقه اللي حصلت في مخازن السبتيه كشفت عن تلاعب كبير هناك. الكميات اللي متسجله في الدفاتر طلعت اكبر بكتير من المخلفات اللي طلعتها المطافي. مين المسؤول عن المشروع ده؟ مصانع البلاستيك دي تحت اشراف خالد بيه الدالي. خالد اما يرجع بالسلامه ان شاء الله يتحول للتحقيق وراخر. بعد كده المتابعة أول بأول. الموضوع التاني اللي عايزكوا فيه شحنة السردين اللي جاية آخر الأسبوع الجاي من تايلاند. إحنا كنا بنقول إيه؟ ورق الخامات بتاع مصنع المواسير. إدخل. أسف يا فندم، عارفة إن حياتك مشغول في الاجتماع، لكن في حد عايز يقابل حياتك ضروري جدا. مين هو؟ أبو النجا بيه بهنس. دقيقة واحدة ودخلي المكتب. حاضر يا فندم، بعد إذنك. الله، هو رجع مصر إمتى إن شاء الله؟ وإيه اللي هدفه علينا دلوقتي؟ أكيد مصلحة. مش معقول هيهز طوله ويجي لحد عندنا عشان سواد عيوننا. ده اللي جابك بقى على ملا وشك؟ ده مش بتلعب بالنار يا سعد، لا. انت كده بتدخل النار برجليك وبتاخد كل اللي حواليك معاك. ربك بس اللي في ايده ثواب والعقاب، انت هتكفر؟ انت فاهم قصدي كويس يا سعد.
انا هقولها لك بصراحه، انت اصلا ما تفرقش معايا. اه دي صراحه ولا وقاحه؟ احسبها زي ما تحسبها يا سعد. دلوقتي انا بقيت في الصوره معاك بعد ما سيادتك جرجرتني في الكلام والجماعه فهموا ان انا قلت لك حاجات ما ينفعش انك تعرفها. وانت خايف النار تلسعك؟ سعد بلاش استفزاز، انا كده هتاخد غدر. ما تكبرش الموضوع، الناس دي لو بتغدر باصحابها كانوا قبلوا العرض بتاعي. ما تخافش على روحك يا سعد. يا سعد برليوني مشي وهو غضبان، انا مش عارف انت قلت له ايه. بعدين خلي بالك برليوني ده سمه في ضوافره ومتهور وعمل مشاكل كتير للمافيا بسبب تهوره ده. كمان بعتلي واحد غبي يتفاهم معايا، هما فاكرني ايه؟ انا كمالي بس كمالي وكمالي الموضوع ده يا رب. جري يا ابو النجا، انت جاي تنجب هنا ولا دي رساله جديده عشان اخاف واترعب واسلم زيك؟ بقول لك ايه، ما تشيل الموضوع ده بقى من دماغك واعمل لهم اللي هم عاوزينه. انت بتخرف تقول ايه؟ خرف؟ جري يا ابو النجا، انت جاي تضغط عليا عشان هتعطي غصب عني؟ انت مش بتتكلم في كام مليون ولا كام مليار هيروحوا؟ ده دمي ودم ابني، ومش هسيبهم يا بني. مش لو المافيا وقفت في طريقي، لو العالم كله وقف في طريقي هكمل. انا يا قاتل يا مقتول.